maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar ka soo saartay ciidamada dambiyada gala kadibna isaga baxsada goobta ay dilka ka geystaan. General Hassan Ali Nur Shote, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, ayaa sheegay in astirigii dambiga gala lagu xiro saldhigga degmada uu falka dambiga ka geystay. Aanan la aqbali karin in lagu xalliyo meel ka baxsan sharciga sida uu hadalka u dhigay. قف إذا ماذا كتر سنة دم بيجلا أما النساء هذا أما بليس كاها دم بيو قال دم بيو جيستي قف كاسي وقصب ماش دق ماذا سأقول في جيسي سلجيسين الوحرة سه ماش هاسي أقول بالله بتو هنان كي عدالة أوكم راي هي أدور بها كتر سنة أما النساء هذا أما بليس هذا وإن الحرة ما فككر قف كيا السمية هي أتكلم وكتر سنين أصلي قبل بوليس كنفتي سمع لقيه لاي وين أصلا مركي خوف قت لابك قاعد هادوك قاعد وين أو تلابتي سين قوي سو وإن الحير سورة قلوي سين عدة أهور استاكت مركاسي إنه دعوية سي لبض قفود لوجو إيدي دب كدعى وإن دب هادو دعو أصلي قبل لقيه أصلي قبل مركي سين لوجي إنه يقبل لابطة هنانكي دعوة قايس تحل كاس يقبل لابطة لما حلكرو دم بقابتي سو وشرعي ولقايو محكمة الآن لما حلكر سيدا عبد الماجد ياري عبد الرحمن راضي اي تلفزيون كسيتي مقاله مقدشو.